النهارده جايب لكم اكله شعبيه، بس يا ريت في الكومنتات ما تدعوش عليا، اللايك الجميل خليك معايا شويه شويه، اكلتنا جباره والمشوار فيها مش قصاره. ونبدا مع بعض بوصف المكان. ساحه السيده نفيسه يا جدعان، وشنا للمسجد وناخد سنه شمال، اركن العربيه عشان الحواجز دي يا خال. وهنا كده وصلنا لاخر الشارع. هتسال من هنا عننا. يا رب نلاقي مكان بقى. زحمه موت، الناس دي كلها شكلها واقفه مستنيه عننا. انا حرفيا دلوقتي مش عارف اخش، واخدين بالكم؟ كده بقالي اكتر من نص ساعه واقف. بقالنا قد ايه مستنيين؟ زي ساعه الا ربع كده من ساعه ما بدانا نصور. الناس دي قاعده بقالها 20 مره والمستندات قاعده. انت بتتحمل اهو. اظن يا جدعان الراجل ده مش محتاج اعلان، اكتر من ساعة واقفين زي ما انتوا شايفين انا وبقية البني ادمين. ابوك مش هياكلنا ولا ايه؟ كلام على المصبوط. شربت الشوربه ليه؟ السوق بتاع البلدي، بلدي ايه وكده؟ حماده حماده شويه شوربه ليه؟ الموضوع اللي انا مستنيه من بدري اصلا. شوربه الباقي كله شكليات. ما تشغلش دماغك. لو قلنا في الشتاء بقى. النهارده جايب لكم اكله شعبيه خلاص. البلد حبيب قلبي يا